على كل الاحوال تعالوا بقى نروح مع حضراتكم على الفقره المحببه نوستالجيا النادي الاهلي، الفرصه العظيمه اللي بتخلينا كلنا مع حضراتكم نعمل فلاش باك ونفتكر سوا ذكريات ما تتنسيش الحقيقه، مباريات في منتهى الاهميه، بطولات في منتهى الاهميه، لعيبه ومدربين ما يتنسوش كما هو الحال، زي النهارده يوم 30 مايو من عام 1913 ده كان يوم ميلاد جيزا كالوتشي المدير الفني المجري للنادي الاهلي واللي تولى تدريب النادي الاهلي في الفتره من 79 لغايه 1981. ابتدى مشواره الكروي عام 1932 مع نادي بيريش المجري، ثم انتقل لانديه سبارتا براغ وبعدها ليل الفرنسي، ورجع بعد كده مره ثانيه للمجر ولعب لمجموعه من الانديه المجريه حتى اعتزل اللعب كلاعب كره قدم عام 1947. بعدها تولى تدريب عدة أندية في المجر ويوغوسلافيا وبلجيكا، وكمان درب في الجزائر وفي منتخب باكستان، كمان كان تولى مهمة تدريبه في وقت من الأوقات، وحقق تقريبا بطولات عديدة مع كل الأندية اللي قام بتدريبها، وكمان حقق مع النادي الأهلي الفوز ببطولتين للدوري العام وبطولة لكأس مصر، ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز 95 سنة بمدينة بوتابست يوم 26 سبتمبر من عام 2008، واحد من الأسماء المهمة في تاريخ مدربي النادي الأهلي. رمز مهم وكبير. وخلينا برضو نروح لتاريخ تاني 30 مايو بس عام 1937، الأهلي فاز فيها على المختلط هنا 5-0 في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، وقتها أحرز الأهداف أو أهداف الأهلي عبد الكريم صقر 3 أهداف، وهدف كان لكل من لبيب محمود وحسين حمدي، وده برضو تاريخ ودي برضو صور ودي برضو أرقام بنرجع ليها، ويعني ونوستالجيا أكيد برضو محترمة، ونوستالجيا أكيد بتسعدنا نتكلم عن فوز الأهلي وبسكور حلو، فدي حاجة أكيد جميلة.